بيكون في حلقة جديدة النهاردة، فيديو جديد هنتكلم فيه عن برج السرطان المائي، وهنتكلم عن توقعات برج السرطان المائي لشهر مارس 2021. كالعادة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتابعوني على السوشيال ميديا على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي تتفرجوا عليا فين وانتوا برجي. طبعا بعتذر يا جماعة، انا بقالي فترة بعيدة عن التوقعات وبعيدة عن الاجواء، بس كان عندي ظروف صحية شوية، كنت تعبانه ويعني الدنيا مش مظبوطه عندي احسن حاجه في الدنيا. طيب خلونا نتكلم عن برج السرطان. برج السرطان، شايفه ان طاقتك العامه ان انت مبسوط، ان انت بتحاول تنطلق، بتحاول كانك عايز تعيش الحياه، بتقول ايه، انا خلاص زهقت، تعبت، عايزه، عندك باور عايز تخرجها، مركز جدا 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 في شغلك، ودي حاجه بوزيتيف وحاجه كويسه جدا، لان السرطان كان من الابراج اللي عنده مشاكل كتير قوي في شغله في 2020، ونهايه 2020 كانت نهايات صعبه بالنسبه لك. فانت دلوقتي بتقول انا عايز اعمل حاجه، انا عايز ابقى باورفول، انا عايز احقق، انا عايز اوصل، انا عايز ابقى كويس. فانت مركز جدا جدا يا سرطان في طاقتك، مركز جدا جدا، مركز جدا جدا في شغلك، شايفك عندك باور، عندك طاقة، حابب الحياة، مهتم بشكلك، مهتم شكلك جدا، ممكن تكون تعمل نيو لوك اصلا، مهتم، عايز تخرج مع اصحابك، عايز تتعرف على ناس جديدة، عندك باور ايجابية، عندك طاقة ايجابية كويسة جدا، كأنك انت بتقول، بتتمرد على حياتك وتقول لا انا مش هعيش كده، انا اتس تايم ان انا انطلق وان انا اعيش حياتي وان انا اخرج واعيش وبسط يعني. فعندك حالة تمرد على اي مشاكل او اي طاقة سلبية او اي حاجة نيجاتيف انت مش عايز تعيش فيها. فبالتالي شايفة الكانسر اكتف قوي، شايفاكو عايزين تعملوا حاجة ومركزين جدا جدا في الشغل. واضح ان مطلوب منك مثلا حاجات في الشغل، فانت عندك تارجت معينة عايز توصل لها في الشغل ومركز. ممكن يقابلك شوية صعوبات او تحديات او حساد او ناس حقودة، بس شايفاك عارف انت عايز ايه، عارف هتوصله ازاي، مش مهتم لأي حد بيديك طاقة سلبية، مش مهتم بأي حد عايز يوقعك، انت مش شايف حد غير نفسك وبس، وان انا هوصل، يعني هوصل للتارجتس اللي عندي. حتى السرطان شايفاكم مهتمين قوي بشكلكم، يعني اي حد سرطان الفترة دي تحس ان هو بقى ايه، عايز يتألق، عايز شكله يبقى حلو، عايز شكله يبقى منمق كده، مهتم بلبسك، بالستايل بتاعك، بشكلك، عايز تشوف صحابك اللي بقالك فترة وشفتهمش، حاسس انت كنت مقصر شوية في حياتك او في حق ناسك، فعايز بقى تقول خلاص اتس تايم ان انت، ان انا انطلق وامشي واشوف حياتي وابسط، ومش عايز اي حاجة سلبية، مش عايز اي حاجة تضايقني، مش عايز اي حاجة تزعلني. طيب برج السرطان كمان شايفه عندكم يعني حاله اللي هو ايه، ناس عماله تبص عليكم، يعني كانك انت الانظار كلها ملفوته حواليك يا برج. نجمك هيعلى، هتتشهر، الاضواء هتبقى حواليك في شهر مارس، الناس عماله تتفرج عليك، فحاول انت ما تبينش عيوبك، ما تحكيش لحد على نقط ضعفك، ما تحكيش لحد على اسرارك، يعني حاول ان انت تكون غامض، انت اصلا غامض جدا يا برج السرطان، فحاول ما تطلعش اسرار كتير، ما تتكلمش عن نفسك كتير، ما تقولش خططك لحد، بلاش العشم ياخدك، يعني بلاش العشم ياخدك، يعني العشم ياخدك كده، وان انت تبقى ايه، تستريح لحد قوي تقول له نقط ضعفك واسرارك، ولا حاول ان انت تكون مركز، وما في حد ممكن يستغل نقط ضعفك ضدك، او حد يكون حاقد حاسد بيبص لك كده، ايه ده، هو كبر ازاي، هو قدر يقف على رجله ازاي، ايه ده، ده كان بائس، ده كان واقع، هو ازاي، ايه ده، قدر يقوم ويقف ويبقى باورفول. ما تركزش في اي حاجه سلبيه، ما تبصش لاي طاقه سلبيه، ما تركزش في اي حد هيديك نيجاتيف انرجي او يديك باور، يعني داور باور ان هي تضايقك. يعني زي في بنت كده لطيفه قوي عماله تكتب لي كومنتات سلبيه كده، يعني والله يا اخت، اسمها ايه، اسمها باكو ياسر، يا باكو ياسر، don't watch me very simply حبيبتي او يا حبيبي، يعني don't watch me very simple، خلاص يعني. طيب نكمل بقى على برج السرطان. في حبك او في مشاعرك العاطفيه شايفه في لخبطه، يعني انا مش عارفه ليه حاسه ان السرطان عنده وحده، يعني شويه انت وشريك حياتك في، يا اما انتوا في بلوك ما بينكوا، ممكن يكون شريك حياتك عملك بلوك، انت عملت له بلوك، في زعل، في خصام، انتوا سايبين بعض، متضايقين من بعض، بس انت مش مقرر انت عايز ايه يا برج السرطان. عندك طاقه تشتت كده، اللي هو انا بحبه ولا مش بحبه، هو انا عايزه ولا مش عايزه، طب انا عايزه اكمل ولا مش عايزه اكمل، طب ادخل يمين ولا ادخل شمال،
طب هو بيحبني ولا مش بيحبني؟ طب لو هو بيحبني بيعمل فيا كده ليه؟ وشايفه ان الحبيب خلاص مثلا تعب هو كمان، يعني انا شايفه ان هي علاقه مجهده بالنسبه لك ومجهده للحبيب، يعني انتوا الاثنين تعبتوا، او انتوا الاثنين في باور كده مش انت مش فاهمها، بس في حب. في حب على فكره، انت بتحب الشخص ده جدا جدا وهو كمان بيحبك قوي على فكره، فانتوا الاثنين بتحبوا بعض، بس في حاله من عدم التناغم ما بينكم، في حاله من عدم التوافق ما بينكم. الشخص ده انتوا بتحبوا بعض بس انتوا مش متفقين مع بعض، في مشاكل كتير بتحصل، في كلام بيزعل بيتقال، الشخص ده ممكن يكون بيتعصب عليك، هو شخص عصبي جدا وغامض وانت كمان عصبي وغامض، فانتوا الاثنين بتوصلوا في مرحله كده تقعدوا تصوتوا في وش بعض، بتخسروا بعض بسبب الكلام اللي بيتنطور يمين في شمال يعني. فانا شايفه ان طاقتك ان انت يعني خلاص زي ما تقول قلت لنفسك انا تعبت وقرفت ومش عايزه اكمل في العلاقه دي، انا ماشي ومش هرجع تاني، خلاص enough is enough، انا مش مبسوط، انا محتاج ان انا اكمل في طريقي، محتاج ان انا مش عايز اتكلم مع الشخص ده، مش عايز اقرب منه، مش عايز اروح له. فانت خلاص قررت كده، هو كمان برضو زهق، يعني واضح ان انتوا الاثنين وصلتوا لمرحله ان انتوا زهقتوا من العلاقه، وممكن يكون في حد فيكم كمان عامل للتاني بلوك، في بلوك في العلاقه دي، بس هو بيراقبك وانت بتراقبه، يعني انتوا ولا بحبك ولا بقدر على بعدك، عارفين انت العلاقه دي، فانت عمال تراقبه لان انت يعني انت بالنسبه لك ان هو يروح لحد تاني او ان هو ينجذب لحد تاني دي حاجه ممكن تقتلك، وهو كمان عنده نفس القصه، بس يا هزل هو ما يقدرش يتخيلك مع حد تاني، هو شخص غيور جدا على فكره، يعني هو اعتقد ان هو لو شافك مع حد تاني ممكن يعملك مشكله، ممكن يجي يتخانق معاك، ممكن يتخانق معاه، بس انتوا الاثنين بتغيروا على بعض قوي. فانا شايفه اللي هو في حب، في حب بس في عدم اتفاق، فحاولوا تتكلموا مع بعض، حاولوا ان انتوا تقعدوا مع بعض قعده عقل، اتكلموا قول له مثلا انا حاسه ان انت مثلا زي ما كنت مديله مهله اصلا يتغير، يا اما خلاص هتسيبه فوريفر، فلا انا عايزك تتكلم بالعقل، لان الشخص ده ما بيحبش الاكراه، هو ما بيحبش حد يجبره على حاجه، واضح ان كرامته بتنقح عليه قوي وكبرياء وعزه نفسه بتخليه مش قادر، معلش يا جماعه الكلب قاعد تحت رجلي وعمال بيلحس في رجلي وانا بغير. فانت مديله مهله، انا شايفك انك بتقول له ايه بقى، انت هتعمل كده ولا مش هتعمل كده، لو ما عملتش كده انا همشي، فانت مهدده اصلا انت ماشي او مخوفه، يعني اللي هو ايه انا همشي على فكره وهسيبك ومش عايز اكمل لان انت مش بتكونسيدر اللي انا بعمله علشانك، فانا شايفه ان انت مش عايز بتكربجه كده، هو مش عايز الطريقه دي، هو عايز تاخده بالحنيه اكتر، فانا شايفه ان انت لا اتكلم معاه بالحب، اتكلم معاه بالمشاعر. طيب الشخص ده خطواته ايه؟ انا شايف ان هو دلوقتي ممكن تكون قرر يبعد ومحسسك ان هو مش في دماغه، بس هو في دماغه على فكرة، يعني الشخص اللي انت بتفكر فيه او ضمر نيتك عليه برج السرطان بيفكر فيك على فكرة وبيراقبك وخايف عليك وخايف يخسرك على فكرة، حتى لو بين لك عكس كده. في حد اللي هو IKWTH908 thank you، شكرا يعني على الكلام الحلو ده، ما انا مش عارفة اسمك، مش عارفة جماعة على بعض يعني. فبرج السرطان شايفه، انا شايفه ان انت محتاج تركز في مستقبلك، محتاج تركز في شغلك، اتكلم مع الشخص ده بالهداوه، هو ما بيحبش الاكراه، ما بيحبش الكربجه، يعني انت لما تيجي كربجه هو هيتضايق، روح قول له انا متضايق منك 1 2 3، هل انت ممكن تساعدني ولا انت عايزنا نكمل ولا مش عايزنا نكمل، لان انا شايفه ان في حب، فانا صعبان عليا العلاقه دي، لان انتوا بتحبوا بعض حب حقيقي، هو بيحبك على فكره وانت بتحبه، وهو شايف ان العلاقه صعبه وانت شايف ان العلاقه صعبه، فاعتقد ان اتس تايم ان احنا بقى اللي هو ايه نحط ورقنا كله على الترابيزه ونلعب على المكشوف، انت تقول له انت متضايق منه في ايه وعايز يغير ايه زي ما انت عملت، هو كمان لازم يعمل كده، اكشفوا ورقكم لبعض، لان العلاقه دي انا شايفها علاقه على فكره توأم شعله، يعني انتوا الاثنين في حب قوي جدا جدا. بس مش عايزه الكلام ده ياثر على حياتك يا برج السرطان، انت كيرفك طالع في الشغل، في الفلوس، في النجاح، في الشهره، تحاول ان انت تفضل مركز في طاقتك ان انت طالع، ما ترجعش لورا، ما تبصش لتحت، فمهما كانت مشاكلك العاطفيه انا عايزك تركز في حياتك وتركز في شغلك وتركز في نجاحاتك، جالك فلوس كويسه في نهايه شهر مارس، فاشتغل على نفسك اكتر، طور من نفسك، انطلق، طور من نفسك حتى في شكلا وموضوعا، وتعرف على ناس جديده واخرج، بلاش تسلم نفسك للاكتئاب يا برج السرطان، انت معروف ان انت لما بتكتئب بتبقى صعب جدا، تحاول ان انت تبقى مركز، انا هخرج بره طاقه الانتقام، هخرج سوري بره طاقه الكآبه والزعل والحزن، الشخص ده هو بيحبك، فانت شوف فكر بالمنطق بالعقل، انا عايزه اكمل او مش عايزه اكمل، العلاقه دي مجهده مجهده متعبه، علاقه فيها تشالنجز كتيره جدا، بس
عايزه تركيزك الاول والاخير يبقى في شغلك والله العظيم، عشان انت اللي هتبقى محظوظ جدا الفتره دي في العمل وفي النجاحات واسمك عندك شهره، فبالتالي استغل الوقت ده ان انت توصل اللي انت عايزه. بطل تبص وراك، بص قدامك وركز قدامك، خلي عندك طاقه ايجابيه. اي حد سلبي يتكلم معاك او يديك طاقه سلبيه حاربه. اوكي يا سرطان، بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. استغل الطاقه الايجابيه اللي عندك والباور والفرحه والسعاده والانطلاق، اعمل حاجات كتيره بتحبها، استمتع بحياتك. شكرا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك. قولوا لي يا سرطان، هل فعلا علاقتك بالشخص ده بتحبه بس مش قادر تعيش معاه، ولا قادر على بعد ولا لا؟ احكوا لي قصصكم العاطفيه مع البارتنر المتعب ده. كالعاده بليز ما تنسوش تقولوا لي كمان بتتابعوني من فين. الطاقات الموجودة حواليك طاقة برج سرطان زيك، عقرب، حوت، عذراء، جدي، تور، أسد، حمل. شكرا، I love you all، thank you، باي باي، مع السلامة.